المدرسة الفقهية التاريخية بمدينة مازون بولاية غليزان واحدة من المدارس التي حافظت على دورها العلمي منذ إنشائها، أين تتلمذ على يد مشايخها أبناء المنطقة. يعني ما زالت هذه المنارة وهذه المدرسة يعني التي خرجت يعني الكثير من العلماء يعني وهم في مناطق يعني العالم، يعني وما زالت يعني هذه المدرسة يدرس فيها القرآن الكريم، يعني أبناء المنطقة يقرؤون يعني كل يوم وما زالوا يعني يحفظون كتاب الله عز وجل في هذه المدرسة. عائلة هني أخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على تاريخ هذه المدرسة، أين تقوم بحفظ مخطوطات تعود لمشايخ وعلماء المنطقة. كانوا الدارسون يأتون إليها من كل أنحاء القطر الجزائري وحتى من خارج الوطن، وكانت متخصصة في الفقه وأصوله، تفسير القرآن الكريم، العلوم الدينية، الحديث وغيره، صحيح مسلم وسيدي خليل. أسسها الشيخ سيدي محمد ابن الشرف في بداية القرن الحادي عشر هجري 1600 ميلادي، درس حوالي 64 سنة فقه، ولما توفي خلفه في التدريس نجده من أب إلى ابن، من بينهم الشيخ عبد الرحمن، الشيخ بن علي، الشيخ سيدي هني عالم مجاهد وشهيد. منذ تشييدها في القرن الحادي عشر هجري، المدرسة الفقهية تحفظ بين زواياها تاريخ منطقة مازونة العريق، كما نارت للعلم أنارت درب عديد العلماء ومشايخ عبر ربوع الوطن.